فما بدون تعليق مباراه اليوم فلقيتها ليا فرحنا الجمهور ديالنا الكبير. فريق الرجال بدا هذا هو المستوى ديالو مع الفرق الكبيره تيكبر، ما تحتاج انا تقول يلعب مزيان ولا ما يلعبش مزيان، فتتسنى فريق عالمي خصو يكون عالمي بمعنى الكلمه. فاليوم بينا باننا احنا فريق عالمي خصوصا في المباريات بجوج، حتى كرنا ضيعنا فرص فالحمد لله ربي كبير ما خيبناش. كان عندنا واحد بغينا نتقاتلوا، خصوصا انا فاش دخلنا الملعب قلنا حرام الجمهور يمشي كاعي. الحمد لله فاش تحط الهدف ديالك في دماغك فهو اهم شيء، هو اننا نفرحوا الشعب وهذاك الشيء اللي كان. فدخلنا للتاريخ من الابواب ديالو الواسعين، ولكن نزيدوا ندخلوا التاريخ لعبنا النهائي في بلادنا ان شاء الله. تابعنا انس اسماعيل بن معلم، اكمل المباراه مصاب، شنو يمكن لك تقول لجماهير الرجاء البيضاوي على الاصابه ديالك؟ فاول شيء انا الاصابه ديالي كنت كنشكون منها قبل من المباراه، ولكن اضطريت انني فاش عندي طبيب الفريق قلت له واخا انني نعرف نشري رجل لعبه ولكن ما باش نريح ما نريحش. فكانت عندي عارفه كنت متاكد من راسي انني هو اليوم ديالي انني غنقدم الاضافه للفريق. فالحمد لله ما نقدرش نخوي بالفريق ديالي ولا بالجمهور ديالي، هذا الشيء معروف عليا. فالحمد لله بقيت نقاتل حتى لاخر دقيقه، واخا كانت تضرني رجلي فانني ما بغيتش نعمل تغيير، ما بغيت نخرج لانني عارف راسي امامي الشعب وداك الشعب اللي تيبغيك ما خصكش تغدروا وما خصكش. الحمد لله ربي كبير. اسماعيل، المباراة المقبلة بطل ليبرتادوريس اتليتيكو مينيرو رونالدينيو غاوتشو، تعليق. اول شيء ما نقدرش نقول لك انا غنفكر في المباراة اليوم، فهذا غنكون غلط لك كذبت عليك ولا كذبت على الجمهور الرجاوي كامل. فاليوم احنا فرحانين خصنا نفرحوا، انا ماشي ساهل انك تدوز دومي فينال فخصك تفرح. فمن بعد ما الفرحة يعني ابتداء من يوم الغد ان شاء الله فغنحطوا الخصم امامنا ونقراو نقاط الضعف نقاط القوة ديالو، فضروري اي فريق في العالم عنده نقاط الضعف ونقاط القوة. ومن ديك الساعة غنفكروا كيفاش غنلعبوا، والحمد لله يعني إلا كانت عندنا نفس العزيمة نقدر نقول لك أننا غنلعبوا النهائي، لأننا حنا تحررنا الآن، تحررنا غنديروا كورتنا واللي دار ربي اللي كاينة في الآخر في اللون. شكرا.